وخلينا نروح من الدقهلية للقليوبية مع زميلة شيرين مجدي. بالطبع شيرين صباح الخير عليكي، وإحنا تعودنا دايما أنه يكون هذا التوقيت بقى قبل فتح أبواب اللجان حالة بقى من خلينا نقول في السياج الأمنية زي ما أنا شايفة وراكي، يعني المتابعة المتعلقة بالإجراءات الوقائية والاحترازية قبل فتح أبواب اللجان. صباح الخير يا أسماء وصباح الخير على المشاهدين. بالفعل كما ذكرتي أنا من محافظة القليوبية وتحديدا في دائرة قليوب القناطر الخيرية، وهي الدائرة الوحيدة التي تشهد الانتخابات ضمن جولة الإعادة للمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2020 بعد حسم 5 دوائر في الجولة الأولى بواقع 15 مقعدا، وتبقى مقعد وحيد لهذه الدائرة من المفترض أن يتم حسمه خلال هذه الجولة، وبيتنافس عليه مرشحان اثنان فقط. كما ذكرت في محافظة القليوبية أنا تحديدا من مدرسة أسماء بنت أبي بكر، وهذه المدرسة هي واحدة من ضمن 94 مقر انتخابي. هذه المدرسة بتضم 4 لجان فرعية من ضمن 198 لجنة فرعية على مستوى هذه الدائرة. دعينا نتحدث عن الإجراءات الأمنية في البداية. هناك إجراءات أمنية شديدة متخذة في محيط هذه اللجنة، حيث وفرت قوات الأمن حرم آمن في محيط هذا المقر الانتخابي. هناك أيضا في الصباح الباكر كان هناك تمشيط بالكلاب البوليسيه للتاكد من عدم وجود ما قد يعكر صفو العمليه الانتخابيه، كما توضح الصوره هناك انتشار لرجال الشرطه وكذلك ايضا الشرطه النسائيه الذين يقومون بالتحقق من هويه الناخبين قبل دخولهم الى اللجنه. كما توضح الصوره من خلفي ايضا هناك بوابات للكشف عن المعادن بيتم المرور عليها قبل الدخول الى المقر الانتخابي. بالنسبه للاجراءات الاحترازيه في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، هناك العديد من الاجراءات الاحترازيه التي تم اتخاذها بصرامة شديدة في هذه المقر الانتخابي كما هو الواقع في بقية المقرات الانتخابية على مستوى الجمهورية. يعني هناك توفير الكواشف الحرارية لقياس درجة حرارة الناخبين قبل دخولهم إلى اللجنة، هناك أيضا توفير للمعقمات وبوابات أيضا التعقيم، كذلك أيضا هناك يعني كان تعقيم لهذا المقر الانتخابي في الصباح الباكر، ومن المفترض أن يكون هناك تعقيم أيضا في نهاية اليوم استعدادا لغدا اللي هو آخر أيام انتخابات مجلس النواب ضمن جولة الإعادة في هذه الدائرة. هناك أيضا تيسيرات على الناخبين، يعني هناك مظلة كما توضحها الصورة من خلفي لحماية الناخبين من أشعة الشمس في فترات الظهيرة، ولكن ربما يكون لها دور آخر خاصة ونحن شاهدنا في الصباح الباكر يعني تساقط لأمطار خفيفة، فيعني هذه الخيمة ستكون لها دور مهم خلال الساعات المقبلة حال سقوط أي أمطار، ولكن ليس هناك يعني توقع يعني بسقوط الأمطار أو توقع أكيد بسقوط هذه الأمطار. كذلك أيضا هناك كرسي متحرك لمساعدة كبار السن في الإدلاء بأصواتهم في العملية الانتخابية. بالنسبة لمحافظة القليوبية هناك غرفة عمليات تم يعني بيتم عقدها على مدار 24 ساعة، تم ربطها بكافة الأجهزة المعنية بهذه العملية الانتخابية لمتابعة عملية الانتخابات والتدخل سريعا حال حدوث أي عملية طارئة. كذلك أيضا هناك تفعيل لخط الطوارئ بالنسبة لمديرية الصحة هنا في هذه المحافظة، يعني كافة الاستعدادات بتجرى على قدم وساق ل يعني وصول الناخبين في تمام 9 صباحا على أن تغلق هذه اللجان في تمام 9 مساء، وسيكون هناك ساعة للراحة بين 3 إلى 4 عصرا. يعني المشهد يعني مستقر في محافظة القليوبية. بالعودة إليك أسماء مرة أخرى. بشكرك يا شيرين.